وسام تيكت. أوكي راح أغير هاي الصورة. وسام تيكت بعد كل القصوفات اللي صارت عليه ونزول دسات ومسح بالقاع وانتهى نهي والجبهات اللي صارت تطاير اللي ما حد قدر يلقاها إلا ما نستعانينا بدوره شخصيا على مود قدرة تلقي جبهة وسام. ولكن يا حبيبي حان وقت الانتقام بحيث وسام تيكت نزل أغنيته الجديدة، خلونا نسمعها ونقيمها ويلا نبدي. الأغنية بايخة. أوكي هذا تاريخ قديم بيني وبين وسام، لأنه مرة انطاني كوبيرايت على أغنية ردة فعل سويتها. تعرفوا شوية دقق هواية، بس ليش كلهم واقفين ما عدا وسام هو القاعد؟ يعني عد هو الملك يعني غير يقعد، طبعا قصدي بالمعنى العراقي. ثاني شي شفيت بإنسان حظنا وسام هيك، يعني أنا أدري إنه أنتوا كلش تحبيه يعني من هالكلام، بس يا أخي الولد من طهيبة يعني راحت الهيبة كلها الصراحة بهاي الحظنة. اوكي صراحة انا سمعت يا وسام انه انت اللي منتج هذا الفيديو كليب، فليش احسك انه هنا انا غلطان بهذه اللقطة، حاط الفيديو فوق الفيديو بحيث طالع هيك اللقطة، يا اما انه رقص هذا الولد كلش غريب بحيث تريد تخفيه بهاي الحركة. حط له سيارة وشوف الناس كيف انا الاول على الاستاد. استنى شوي، ده انت بتتكلم ايه؟ يعني اذا كنت تحكي مصري فما اتوقع انه هذا مصري. بطخ العباد بدون سلاح. بطخه؟ يا اخي حاج تخبط. طبعا الف تحية للاردن ومصر والدول العربية كلها يعني. المهم وسام اثبت على اللهجة. لا تجي تشكي لي وتبكي لي وتتمسكن قدامي. منور تي ام اكس، طبعا هذا اللي الرابر كلش احبه صراحة. كمل. حرمي لك منديلي واحكي لك اللي فيني مكفيني، رغم هيك مكمل ما في شي بالدنيا كفو انه لو اهلي طفيني عندك لما رجيني عندي اصحاب بتحميني. استنى شوي، انت هبين من ام اصحابك؟ يعني مودي العربي اللي غدر بيك ولا اصحابك هذول اللي غدروا بيك وطلعوا عليك صيط وباعوك بسرعة؟ يعني فرق بين شاسع حكيتها زمان متعب عشان نطلع راب لسه بيسرق الحان. صراحة انا ما اعرف منو كان يقصد، لانه نص الوطن العربي يسرق الحان، فاللي عرفه صدق يكتب لي بالكومنتات. يعني اسلوبي بركان جاي طفل سطل جيب لك اوزان عالساحة انت حمل من يوم زمان ليومك على الطفل ومسوي تنافس احنا صرنا بغير ليفل. اوه بابا جواني، وين رايح جواني؟ تا 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 لا لا عادي جواني لا تزعل، لا عادي تعال راح. هيك وسام زعلت لجواني؟ يعني الولد دسك؟ اوكي هو دسك زين. وتكلم عليك الولد بالستوري؟ هم تكلم؟ والله جواني يعني حاولت اسوي عليه روح لك خلاص شباب كله خرب فكوا عنا بقى. طبعا اكيد طارق ما يقدر يعدي اغنيه بدون ما يسبها الولد، يعني لسانه صراحه متبري منه. طب دام نمسك السيره لحتى نعرفها لحتى نتبقى جوكم فضايح بتلفوا بتدوروا. كأنك حكيت على باب الحارة مال بيسان وجواني، وقصدك بجوكم فضايح ان يطلعون فضايح على بعض وتلزقون بالقصة يعني مثل ملازقين، بس الصراحة يعني حلوة، بس انا اكثر واحد لازق بالقصة يعني. كيف انا الاول على الاستاد بطخ العباد. صراحة التصوير جدا خرافي وحتى المونتاج، رغم اني سمعت انه وسام هو المنتج، ولكن صراحة جود جاب ريسبكت اكيد الوسام على هذا الانجاز. هو فريق. اوكي طبعا الاغنية مو بس نار وبيها قصف، الصراحة الاغنية رهيبة واكيد تقييمي الها 10 من 10 صراحة. هذا الشهر يعني دائما هذا الشهر يعني الاغاني البي فعلا خرافية وكلها رهيبة يعني صراحة. بس عندي شغلة واحدة ما عجبتني كلش بالفيديو كليب، واللي هو طابانجا ومريانا، ما ادري شلح شنو كان دورهم بالفيديو كليب، يعني لو ما كانوا موجودين ما احس بالفرق. على كل اللي هنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. كانوا فيزي بقناة مملكة القصص، وبس مع السلامة.